الأمعاء الخوية لأبنائهن المختطفين هي المصدر الحقيقي لهذه الجلبة. أمهات المختطفين مجدداً من أمام مبنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء نددن بتجويع الميليشيا لأبنائهن المخفيين في سجونها، مؤكدات في بيان لهن أن ميليشيا الحوثي والمخلوع ومنذ أكثر من شهر يمنعون الزيارة عن المختطفين، كما منعوا أيضاً إدخال الطعام والشراب لهم. فقط أن يسمحوا لنا بدخول الطعام والشراب لأبي. بالتزامن مع انعقاد الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان، جاءت هذه الوقفة التي وجهت فيها رابطة أمهات المختطفين نداءها لرئاسة وأعضاء المجلس، مطالبات بتوقيف كل أشكال الابتزاز الذي يتعرض له المختطفون في حياتهم وحريتهم وكرامتهم الإنسانية. هو صائم وجائع طول النهار صائم، ومع هذا يحرم الطعام، لأنهم يطعموا ولا إنهم يسمحوا لنا أن ندخل لأبنائنا الأكل، لن يسمحوا لنا أن ندخل لأولادنا الإفطار، ولم يفطروهم أيضا، فوق التجوع جوعوهم. نحن لم نخرج لهذا السبب فقط، نحن نريد أولادنا، نريد حقوق الإنسان أن تطلق صراحة أولادنا المعتقلة من دون سبب، المعتقلة من دون ذنب، المعتقلة من دون أي جريمة. نريد أن نفهم، يعني نفهم ليش هم في السجون، وإذا كانوا في السجون وعند أي شيء فلماذا يجوعوهم؟ لماذا يعذبوهم؟ لماذا يحرمون من زيارتهم؟ بالوسيط الضعيف وصفت الأمهات دور المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية منها والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي حسب قول الأمهات تقاعست عن أي محاولة لإطلاق سراح المخفيين والمختطفين أو حتى زيارتهم. ليش يختطف؟ ليش يختفي؟ مستنكرات اكتفاء المنظمات بالرصد والتوثيق الهزيل، طالبن الأمهات بسرعة إطلاق سراح المختطفين دون شرط أو قيد كمطلب وحيد وأساسي.